هذا سائل يقول: ما حكم أكل اللحوم في بعض الدول الأوروبية كبريطانيا، مع العلم بأن الشخص يقيم هناك فترة طويلة قد تصل لخمس سنوات لغرض الدراسة، وإذا سمع ذلك الشخص من بعض الثقات بأن الذبح يتم بالصعق حيث رآه بعينه، وما الحكم إذا لم يستطع الشخص أن يأكل شيء آخر؟ الذي أعرفه أن الطلاب هناك مقيمين لهم مذابح خاصة ومسالخ خاصة، أو يتعاملون مع مسلمين، مع جاليات إسلامية عند مذابح خاصة، فبإمكانه يسأل المسلمين اللي هناك أو المراكز الإسلامية، وهم إن شاء الله يرشدونه إلى اللحوم المباحة. قل أن يخلو بلد هناك ما فيه مسلمون، إما جاليات وإما مراكز إسلامية، فيسأل المسلمين اللي هناك ويعمل مثل عملهم. نعم.